انا علاء نشين، البوزيشن بتاعي هنا في المكان انا هيد سمر تريننج ايفن سمر تريننج جوبز. تمام. الحاجه الثانيه انا كو فاوندر في حاجه اسمها ليرنينج كافيه. ايه بقى ليرنينج كافيه؟ ليرنينج كافيه ده احنا عاملينه عشان يقدم كورسات للناس عشان تتعلم ازاي تتعلم، مش عشان عاملينه عشان تيجي تاخد شهاده وتمشي. احنا ما عندناش شهادات اصلا، احنا بنعلمك ازاي تتعلم، احنا بنخليك انت العامل الاساسي في الكورس، ازاي تخرج وازاي تستفيد من الكورس اكسس. كورسات اللي عندنا بدأنا بحاجة اسمها انجليش، كورس انجليش وعلى مختلف المستويات، دي حاجة. الحاجة التانية بدأنا بحاجة اسمها ماركتينج، عملنا الأسبوع اللي فات. بقى هنبدأ فيما بعد حاجة اسمها سبلاي تشين، في اتش ار، في بروجكت مانجمنت، في حاجات كتيرة. كل ده بننزلها على الصفحة بتاعتنا. كل أسبوع هنعمل ايفنت مختلف. الايفنت نفسه بيبقى من ساعتين أو تلات ساعات على حسب الانستراكتور، ده في الليرنينج كافيه. تمام؟ معتمدة بدون هدفها للربح ورسوم الدراسة فيها مجانية. يونيفرسيتي بيبل ابتدت في سنه 2009، ففي سنه 2009 في سنه 2009 قبلوا 93% من اجمالي الطلبه اللي قدموا، ونزلت النسبه دي في سنه 2014 اللي هي السنه اللي فاتت ل 64%. ده معناه ايه؟ ده معناه ان حضرتك لو طالب لسه في ثانوي او في اولى او ثانيه جامعه وقرفان من الكليه وقرفان من عيشتك وقرفان من العلم اللي عايزين يتعلموه، دي فرصتك ان انت تقدم دلوقتي في يونيفرسيتي بيبل. اوكي؟ لان هم واضح ان هم بيقللوا النسبه دي كل سنه. فقدام شويه هتلاقي مثلا 40% لو 100 واحد قدموا 40 بيقبلوا 40 واحد. بس معلش قبل ما نروح اللي بعدها. ايفنت النهارده اللي احنا عاملينه باسم حاجه اسمها موكس، دي كورسات الاونلاين، ازاي تدخل على موقع اونلاين زي كورسيرا زي يودمي زي ادراك زي اكاديميه التحرير، تدخل منها وتستفاد وتعمل كل اللي انت عايزه وتخرج وانت مستفيد، مش تدخل وتفتح في الاخر تزهق وبعد كده مش عارف. لا، هنوصلك بالطريقه الصح ازاي تستفيد من المواقع دي. عملنا النهارده بمشاركه مع سمر تريننج اند جوبز وليرن كافيه. شكرا.